بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من تعالوا نتكلم فعلا. الله سبحانه وتعالى بيقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. موضوعنا النهاردة عن كروية الأرض. كتير من الناس جدا ومن زمان بينكروا إن الأرض بتدور حوالين الشمس، أو بينكروا حتى كروية الأرض والأرض المسطحة، وفي جمعيات محلية وحتى عالمية بينادوا بإن الأرض مش كروية وأنتوا بتمشوا ورا بتوع الفلك الكفار والكلام ده، وفي مواقع وجمعيات عالمية أنشئت بيقولوا إن الأرض فلات، إن الأرض مسطحة وليست كروية. معانا النهاردة مع آيات معجزات، لما نفهمها فلكيا، لما هنفهمها فلكيا بقول هنفهم ان الارض كرويه. الله سبحانه وتعالى في سوره الزمر بيقول بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار. صدق الله العظيم. الايات واضحه وبدون بحث في تفسير او تاويل او حتى فهم معاني. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين وتابع التابعين زي ما قلنا قبل كده نزل القران وهم موجودين وسمعوا الكلام ده بنفس النص وبنفس المنطوق ده. الله سبحانه وتعالى قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. لماذا لم يقل سبحانه وتعالى يبسط او يبدل او يمد الليل على النهار؟ لماذا قال يكور الليل على النهار؟ يكور واضحه جدا جايه من التكوير، يكور الليل على النهار. لما تبص لكوكب الارض وخلاص دلوقتي بقت الصوره بتاعتها واضحه جدا انها كرويه، يعني طبعا ده نموذج لعبه في ايدي اهوت، لما تحط قدام مصدر مضيء هتبص تلاقي الخط الفاصل بين الليل والنهار عامل كيرف، وكأن في غطا كيرف مش خط مستقيم. بيقولوا ان الارض مسطحه، يعني الارض عامله زي الفلات كده، وان في قدام السماء عامله قبه فوقيها، وحدود كوكب الارض هي حدود القطب الشمالي، وان الشمس بتطلع يوميا من الشرق للغرب وخلاص على كده، مش كرويه، مفيش السفير دي. طب الله سبحانه وتعالى لما يقول والارض بعد ذلك دحاها، لما تبص في كلمه دحاها اللغه العربيه الفصحى الدحايا جايه من الادحوه، والادحوه هي بيضه النعام. وفعلا لما تيجي تبص في كلمة دحاها هو لفظ معجز، دحاها ليه؟ يعني ما قالش كورها مثلا، لكن قال دحاها. وتحديدا ليه قال دحاها؟ واختار ليه تحديدا بيضة النعام؟ البيضة أو أي بيضة ساعات بيكون فيها استطالة، ما بيكونش كروية مثالية مثلا زي كده. يعني إيه مثالية؟ يعني لما تقيس خط الاستواء، القطر عند خط الاستواء والقطر عند الاقطاب يطلعوا قد بعض، دي بتبقى بيسموها ايه؟ ايديال سفير، يعني كره تماما. لكن سبحان الله بالقياسات اللي اتخذت بالاقمار الصناعيه وجدنا في فرق كبير جدا ما بين طول القطر عند خط الاستواء وطول القطر عند الاقطاب. فهتبص تلاقي ان القطر عند خط الاستواء بيساوي 12756 كيلو متر، والقطر عند القطبين يعني من القطب الشمالي للقطب الجنوبي بيساوي 12713. الفرق بين القطر عند خط الاستواء والقطر عند القطبين 43 كيلو، يعني الارض منبعجه او اشبه ما يكون بنفس نسب بيضه النعام او الادحوه، فالارض بعد ذلك دحاها. اختم اياتنا النهارده ومعجزتنا النهارده مع ايه معجزه في سوره الحج بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. من كل فج عميق، كل فج يعني من كل مكان مفروض بعيد. لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى وعلى كل ضامر يأتين من كل فج بعيد؟ الفج أو المكان يقال عليه بعيد، هذا المكان قريب، هذا المكان بعيد. لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى يأتين من كل فج بعيد وقال من كل فج عميق؟ في الحقيقة أنا حبيت أوضحها لكم برسمة بسيطة، لو إني طبعا دي يعني الكعبة الشريفة، وطبعا أنا من أنصار طبعا ومؤمن بأن الأرض كروية، فالمفروض هنا كده دي الكعبة الشريفة، فمن كل مكان بالنسبة لكوكب الأرض هيكون بالنسبة لها مكان عميق، مع أخذ في الاعتبار القطر بتاع كوكب الأرض. لو أنا خدت مماس بالمنظر ده كده، فده بالنسبة لي لو في مكان هنا، مكان هنا في المكان ده، هيبقى بالنسبة للكعبة هو عميق، مش بعيد بس، هو بعيد وكمان عميق بسبب التكور وبسبب الكيرفيتشر اللي موجود على كوكب الأرض. فالمكان ده بالنسبة للكعبة عميق، والمكان ده بالنسبة للكعبة عميق، والمكان ده بالنسبة للكعبة عميق، وده إعجاز للي يفهمه لغة عربية، يأتينا من كل فج عميق، وده إثبات آخر ومعجز في القرآن الكريم على كروية الأرض. وكمان من الآيات المعجزات في موضوع كروية الأرض آية في سورة قاف وفي سورة الحجر
الله سبحانه وتعالى بيقول فيها والأرض مددناها. كلمة مددناها جاية من المد، إذا معنى إن كل ما بتمشي في كوكب الأرض أو على سطح الأرض بتلاقي فيه مدد أو فيه مدود، وهذا لا ينطبق على نموذج المسطح. لو سلمنا جدلا بإن الأرض مسطحة، إن الأرض ليها حدود عبارة عن قرص يغطيه أو يغلفه قبة السماء، هتيجي عند نهاية هذا القرص وعند حواف هذا القرص ستنعدم فكرة مددناها، لأن هتكون هي دي النهاية، هتقع أو نهاية القرص بتاع كوكب الأرض، ما هي مسطحة وفلات. فلا تنطبق لفظ مددناها إلا على النموذج السفيري أو على النموذج الكروي، فلن تنطبق لفظ المعجز مددناها إلا على النموذج الكروي. أتمنى يكون الصورة وضحت، ونشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من آيات فلكية في آيات قرآنية، والسلام عليكم.